ثانية خلي المزيكا عالية، احنا واقفين ليه؟ ايه هنولعها؟ يلا بينا نولعها. ايدينا فوق ايدينا فوق ايدينا فوق ايدينا فوق. اسد يلا ملك فيه الراجل يلا ما تقوم لي يا بيه. اسد يلا ملك فيه الراجل يلا. اهلا يا بحار حقيقي، اتمنى رساله توضح. مش كل من يشوف حاجه سلبيه عن احد معناها انه يعم الموضوع ده للكل، يعني مش لازم واحد يفكر انه كلنا الناس نسهر بطريقة مش حلو. كثير مننا بنسهر في اماكن جدا امان، جدا نظيفة، جدا راقية، ما فيهاش الهلس ده. في كل هالاماكن يعني الاماكن موجودة في كل مكان، تلاقي كويس ولا مو كويس، انت تقرر بنفسك ايش بتسوي، ولا تحكم على احد موجود فين هو موجود. بس صباح الخير. احنا موجودين في كابيتال بزنس بارك. كابيتال بزنس بارك مكان اول مره اجيله. مكان جدا حلو، جميل جدا 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 وكول، ونادر ما حد يعرفه. في عباره عن مجموعه كده تلاقوها من هنا ومن هنا، دي كلها كافيهات وفيها كل الاماكن، وفي النص برضه في جلسات. عشان ممنوع نصور بالكاميرا حقتي، فبصور من الايفون، بس ان شاء الله يطلع كاميرا كويسه. هذا هو باب توما. انصح الكل انه يجي وسيبكم من دي، ولازم تيجوا مره، لازم تيجوا. It's quite nice place. حنحول لكاميرتي. فجأة العائلة الكريمة كاملة تقرر تمشي. ليه؟ يقول لك عشان مشي في الزمالك عادي. يقول بالله عشان السوق. الو؟ اشغله. مين؟ افسح التنين. الو؟ اشغله. مين؟ افسح التنين. سؤالي، هل الابوار زي زمان ولا تغير؟ قبل يمكن تقريبا اكثر من 5 سنين او 6 سنين. زوبا افتكر ثاني يوم الافتتاح او يوم الافتتاح حضرت كده، يعني كنت ماشي ومعدي، قلت ده شكله حاجه جديده. حاليا الرانكينج حق زوبا 9.0، كل الناس بيتكلموا انه قديش رهيب وقديش لذيذ، والناس اللي نعرف يقول لك والله زوبا مستواه طاح وصار سيء. خلينا نشوف زوبا، بس وحشني بصراحه. الشباب اللي بتعرف تدق الدق غطيني غطيني وصوتي، اوعي يا بت تعيطي، خدي هقولك ما تخافيش، انا بحبك ما تجليش. عيشهم يسيبوهم هنا فريش. النهارده الخميس عيد ميلاد ابليس. النهاردة الخميس يا فاجر عيد ميلاد قبلي يا جامد. انا العريس وانت العروسة، تعالي يا حلوة وهاتي بوسة. انا العريس وانت العروسة، تعالي يا حلوة وهاتي بوسة. هو تحت فيك وتحت، هو تحت فيك سرح، من جمالك اندبح. الرقم كان ما
مكتوب عليه. انا استغرب من الناس اللي جو قالوا ان المستوى الجد ابدا شكل، والله اعلم انت ما تعرفين ايش اختاروا. انا اقول لك كل الاكل اللي حبه رهيب رهيب رهيب. اموت يا ناس ونفسي فيه، اموت يا ناس ونفسي فيه، اموت يا ناس ونفسي فيه. حبيبتي انت فين وحشتيني يا نور العين، يا حبيبتي انت فين وحشتيني يا نور العين. ذبحتي القطة يا ناس غطة اديتها مية. والخبر الجميل جدا اللي نفسي اقوله من اول، زوبة قريبا في المملكة العربية السعودية. وهذه رسالة من ولدي. ايش افتح زوبة جدا قبل الرياض؟ احنا اهل جدا نموت في زوبة، نموت نموت في زوبة. يعني هذا للوكيل ولزوبة كمباني جروب، والله نحبكم ولا زلتوا لكم في المعزة في الخلف، ولذيذ لذيذ لذيذ يا جماعة. ومن بعد مشي كده لذيذة في شارع الزمالك العظيم الذي احبه واعشقه، جانا ثاني فندق فينش سم بزنس. يوم طويل، يوم مميز، يوم مختلف، ترقبونا. من الحاجات الجديدة السبيشاليتي كوفي. انا معروف ان انا من عشاق سبيشاليتي كوفي. على فكرة في المهندسين فوسطة فولت باقي له تقريبا اسبوعين فتح، اسبوعين فولت سبيشاليتي كوفي. عيد شوية دبحت القطة جالها غطة اديتها مية، اديني نص ساعة اديني الجماعة. اخيرا فولت كافيه، شباب من الكويت فتح سبيشاليتي كوفي في وسط المهندسين، في وسط ما احنا دائما نحب العرب يعني الخليجيين نكون موجودين. كيمكس بي 65 كل شيء، كل شيء هنا موجود. حبي الكود بروف من هنا. اسالها على البتاع، اسالها على البتاع، اوعك تنسى البضاعة، اوعك تنسى البضاعة. نعم بيكم، الف مبروك المحل يا شباب يا عوائل. جلسات تقدر تاخذوا، enjoy your time. سبيشاليتي كوفي فاينلي في كايرو ومن عندنا حبيبي. حياك الله. فولت ما شاء الله تبارك الله ما كمل يعني ما 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 جد ما ما في اسبوعين فاتح فولت. شارع جامعة الدول عند العمدة، اوكي حتلاقوه هنا. اديني مرة فرصة، دي واحدة جايبة قرصة. اديني مرة فرصة، دي واحدة جايبة قرصة. فندق شخصيا انا بقول انهضم حقه، كان من اجمل وارهب الفنادق. فندق جراند مايل ايامها كان بريديا. انا احد الناس اللي في الافتتاح الرسمي لدار الفندق، انا حضرنا انا ومراد. السؤال الاهم، ليش اختفى؟ الغرف حقته والله العظيم من السرير شوف النيل. جات فترة لي كان مولع الدنيا، هارد روك كافيه كان كل جدة، كل جدة كان عارف هنا جاي، عارف شيء كان رهيب. واحد من أكثر الأماكن اللي أنا برضو شخصياً أحس إنه هو مهضوم حقه، هنا في أكل شعبي مصري رهيب، القرية النوبية. واحدة من جماليات القرية النوبية الفيو، الفيو على النيل يا جماعة. هنا أكل حدث ولا حرج، على النيل أكله رهيب 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 رهيب، غالي بس رهيب. هذا القرية النوبية، واللي ما يعرف القرية النوبية حرام عليه. افتح يا سمسم. الأكل الشعبي المصري هنا لا يعلى عليه، عاملينه بطريقة اللي هو الأكل الصحي يعني كسائح ينبسط وبنفس الطعم حق البيت من جد. طيب هذا كان أول، خلينا نجرب دحين نشوف هل هو بالفعل نفس الكواليتي ونفس السيرفيسز ولا لا. من 8 ل 10 كل يوم الجماعة دول العسل موجودين.
بامية والمخية أم علي هنا جلسة الطرب على النيل إيش طال. يا أهلا وسهلا فيكم، كيف حالكم؟ إيش أخباركم؟ إن شاء الله تكونوا مبسوطين. اليوم آخر يوم، حبيت إنه أكون مو آخر يوم بس للقاهرة، آخر يوم للرحلة عايدو الصيفية حقت هذه السنة. بس كيف كده؟ رهيب. ايوه هذا مطعم توسكاني في مالت. عامل اللحظات الأخيرة في كايرو. هشتعل بالله. مو أنا نزيل طيب؟ ده أنت نزيل زي السكر والله العظيم. تفضل يا شوف يا جماعة، دين الناس بأمانة رب العالمين، بأمانة يعني كسوا زبون ولا ورجعوني تاني للماريوت. الحب انتو كده حبك والله. عيدوا أقارب، عيدوا أقارب. يلا مصر بالنسبة لي عشت مصر، الماريوت، شوارع مصر، الزمالك، المهندسين، كل حاجة، كل شيء هنا. مهما واحد جاء وزعل في الأخير This is not the end، جايين تاني. يمكن أكون أنحف من كده، يمكن أكون أنحف من كده صح؟ أحبك يا بلد. الله على الختام. يا سلام حركة صح؟ والله ما هي متفق عليها. سلم على مصر شارع شارع عنوان عنوان، سلم على مصر واحد واحد بالاسم كمان. مصر العشرية المضيافة، وجودها في الدنيا إضافة، هي الحكايات اللي بتشاف اللي بقالها زمان. سلم على مصر وبلغها إن أنا حنيت لأغاني الست اللي عليها حبيت واتحبيت. مصر اللي أنا روحي تروح ليها، وزمان كان ليا حبيب فيها. سلم على ابن النيل الأسمر أبو ضحكة جنان. الحمد لله على السلامة. أكيد تكون انتهت الرحلة الرسمية حقت رحلة طيب الصيفية. قريبا ان شاء الله، ان شاء الله تكون انبسطتوا. السعودية عضو اتحاد السكاكين.